أعزائي المشاهدين تحية طيبة وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة صائم. حنتكلم الليلة عن ضغط الدم وأنواع ضغط الدم وطرق الوقاية منه وعلاجه تغذويا. حنعمل تعريف بسيط لضغط الدم. هو جريان الدم في العروق أو في الأوعية الدموية عن طريق ضخه عن طريق العضلة القلبية لكل أعضاء الجسم، ويقاس ضغط الدم بالمليلتر الزئبقي، ومعدل ضغط الدم الطبيعي 120 على 80. عندنا حالتين من أنواع مرض ضغط الدم، إما ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم غالبا ما يرتبط بالنمط الحياة والعادات السيئة زي التدخين وشرب الخمور وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة البدنية. وفي حالة إنه لم يتم علاج الحالة دي بتؤدي لنا إلى أمراض وتفاقمات أخرى زي أمراض القلب والكلى. نجي للنوع الثاني، هو انخفاض ضغط الدم، والحالة دي هي أقل شيوعا وترتبط بحالتين، إما إنه أخذنا الدواء وكان أثاره الجانبية عملت لنا انخفاض في الضغط، أو إنه نتيجة حالة صحية أخرى زي قصور القلب و الجفاف. في دراسة اتعملت في بريطانيا سنة 2020 وتناولت تأثير الصيام على معدل الضغط الدموي، وأظهرت النتائج أنه انخفض الوزن والتوتر لدى المرضى وانخفضت متوسط الضغط الدموي. في دراسة اتعملت في جامعة الملك سعود سنة 2019 تناولت تأثير الصيام مع معدل تحسن الضغط الدموي والمؤشرات الحيوية لأمراض القلبية لدى كبار السن. المحافظة على الضغط الدموي في معدل الطبيعي هو من أهم مفاتيح علاج ارتفاع ضغط الدم. إن المحافظة على مستوى ضغط الدم في معدله الطبيعي هو مفتاح علاج ارتفاع ضغط الدم. طيب، كيف للصائم ممكن إنه يصوم رمضان وإنه يحافظ على صحته وإذا كان عنده ارتفاع ضغط الدم؟ طيب، في حالة إنه المريض عنده ضغط الدم غير الحاد ممكن السيطرة عليه بأنه يتابع مع الطبيب في العلاج حقه المخصص واتباع حمية غذائية مخصصة، وكده ما يكون عنده مشكلة في أنه يصوم. لكن في حاجة، أنه قبل ما أنه يبدأ الصيام لازم يراجع الطبيب لإعادة وتعديل الجرعات حقته قبل ما يبدأ صيامه. حنجي على النصائح التغذوية لمرضى ارتفاع ضغط الدم. حنتكلم عن النصائح التغذوية لارتفاع ضغط الدم. تجنب الأطعمة المحتوية على كمية كبيرة من الأملاح والمخللات، تجنب الأطعمة المقلية والدسمة، استخدام منتجات الألبان الخالية من الدسم، اجعل الخضروات والفواكه جزءا أساسيا من الوجبات الرمضانية، استخدام الحبوب الكاملة في إعداد وجبات رمضانية كالبليلة بأنواعها، استخدام الزيوت الغير مشبعة زي زيت الزيتون وإضافته إلى السلطة، تناول المكسرات الغير مملحة ولإحتوائها على فيتامينات والمعادن وأوميجا 3، شرب الماء ما لا يقل عن 2 لتر خلال اليوم من فترة السحور، من فترة الإفطار وحتى السحور، وتجنب أكل الحلويات بقدر الإمكان واستبدالها بالفواكه زي الموز لاحتوائه على البوتاسيوم. تجنب الحلويات واستبدالها بالفواكه زي الموز لاحتوائه على البوتاسيوم. القيام بنشاط بدني مناسب بعد الفطور أو بعد العشاء. عند ارتفاع ضغط الدم ما يزيد عن 140 على 90 يجب مراجعة الطبيب لأخذ العلاج واستشارته بشأن الصيام. وعند ارتفاع الضغط من 180 على 120 يجب الإفطار فورا والاتصال بأقرب طبيب. وأخيرا نجي لانخفاض ضغط الدم. مع ارتفاع درجات الحرارة وتزامنا في شهر رمضان، في ناس كثير بتشعر أنه عندها شعور بالتعب وبالإرهاق وبالصداع، وممكن تصل الحالة إلى الإغماء في حال انخفاض الدم الشديد. عشان نتفادى موضوع انخفاض ضغط الدم، زيادة نسبة الملح في الطعام، شرب قليل من الشاي والقهوة بعد الإفطار، عدم تناول كميات كبيرة من الطعام عشان ما الدم يتجه للمعدة والزول يشعر بأنه ضغطه منخفض،
تناول وجبة السحور وتكون فيها كمية معتدلة من الملح، يعني زي مثلا الجبنة مع وجبة الفول وزيت الزيتون. وختاما بننصح كل الصائمين من أصحاء ومرضى بشرب 2 لتر من الماء والسوائل من فترة الفطور وحتى السحور. ونلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم صحة صائم، وإلى اللقاء.